السلام عليكم ومرحبا بكم. لرسة تاع اليوم راح تكون اون تارت تخوبوزيان، دونك هاد لاطارت تتشبه لامونا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما نطولش عليكم ونروحوا ديريكتومون لرسة. وفي لاباط راح نسحق 350 تاع الفارينة اللي هي كاس ونص، ونزيد عليهم 60 غرام تاع سكر عادي، وتجينا واحد 3 مغارف كبار، ونزيد عليهم مغرفة كبيرة تاع خميرة العجين، ونخلط مليح هاد المكونات، ونروح نزيد عليهم شوية تاع لافاني وقرصة تاع الملح هكذا، ونزيد عليهم زوج حبات بيض مع واحد صفار، ونزيد عليهم 3 مغارف كبار تاع ماء زهر فلور دورانجي، هكذا ونحط البيترا تاعي في البولي تعجن حتى وين تمتزج مليح هاد المكونات، ونروح نزيد الحليب تدريجيا. هنا عندي 50 مليلتر تاع الحليب اللي جينا واحد ربع كاس، هكذا نزيدو بشوية حتى وين يدخل كامل في هذيك لاباط، وغير تتعجن واحد 5 دقائق نزيد عليها واحد 100 غرام تاع الزبدة، هكذا ونخلي لاباط تتعجن حتى وين تدخل فيها مليح هذيك الزبدة، وهنا بعد ما تعجنت لاباط نفورمي اون بول ونخليها تخمر واحد ساعة ونص. فوالا، وهنا باش ما نطولش عليكم، بعد ما خمرت لاباط نديغازيها ونحطها فوق لو بلاطو تاعي اللي حيدخل للفور، ونجيب سيركل كيما هذا باش طيب داخله هاد لاباط. فوالا، هاكا نمشيها مليح لداخل ونغطيها ونخليها تخمر نص ساعة. هنا بعد ما خمرت نجيب حبة تاع البيض ندير عليها مغرفة تاع الحليب وندهن بها لاطارت تاعي، هكذا ونزينها بحبيبة سكر كيما هكذا، وراني مشعل الفرن على 180 نخليها تطيب واحد نص ساعة حتى وين تتحمر مليح، هكذا ونروحو نخدمو لاكريم ديبلومات تاعنا. هنا عندي نص ريتلة تاع الحليب، نزيد عليها حبة تاع البيض وليكستري دو فاني، ونزيد عليها زوج مغارف تاع الفارينة وزوج مغارف تاع المايزينا هكذا، ونزيد عليهم 4 مغارف كبار تاع السكر، ونخلط كامل هاد المكونات بارد في بارد، ونحطهم فوق النار حتى وين تعقد هاد لاكريم، وغير تبرد هذه لاكريم نغطيها اون كونتاكت ونخليها في حتى وين تبرد باش نقدر نستعملها، وهنا غير بردت لاكريم باتيسير تاعي ضربتها بالباتر حتى وين تطلق روحها، ونبقى نزيد لها في لاكريم شونتيي حتى وين تولينا اون كريم ديبلومات. دونك هنا في لاكريم باتيسير هذه نزيد نصها كريم شونتيي باش نتحصل على لاكريم ديبلومات، هكذا وريزيرفي هاد لاكريم في لابوش باش نروح نزين بها لاطارت تاعي. فوالا، وهنا هادي هي لاطارت تاعنا بعد ما طابت وتحصلنا على هاد لاكولور الشابة، نروح نقسمها على زوج بلموس كيما نفتحو لاجينواز هكذا،
ولو كيما رانا نشوفو تجي خفيفة من الداخل. لو كنحط البريوش تاعي هكايا ونجيب لاكريم ديبلومات نحطها في لابوش مع اندوي كاندي هكذا وندير دي روزاس في لي كوتي من الطرف للطرف بهذه الطريقة هكذا حتى ونكمل نعمرها كامل. وغير نعمرها نجيب الجزء الثاني تاع لاطارت ونغطيها من الفوق بهذه الطريقة هكذا وتكون لاطارت تاعنا راهي واجدة. ولا هذه هي النتيجة اللي راح نتحصلوا فيها. دوك نقسمها لكم في الوسط باش تشوفوا كيفاش جات لاطارت. وهذه هي النتيجة اللي نتحصلوا عليها. وهكذا تكون خلصت لاروسات تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم ولاروسات ان شاء الله الجاية. والسلام.